أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد في إطار النبش التاريخي. هذه الحلقة أقدم فيها شخصية مناضلة فذة وعتيدة، يتعلق الأمر بالمناضلة سعيدة المنبهي. تقول سعيدة المنبهي: سبق لي أن شرحت لك يا صغيرتي، ليس كما شرحت لك تلك المعلمة، إنهم لا يضعون في السجن اللصوص فقط، إنهم يسجنون أيضا الذين يرفضون الرشوة، السرقة والعهارة، أولئك الذين يصرخون كي تصبح الأرض لمن يحرثها. قد تكون هذه الكلمات القليلة بعض من قصيدة كتبت بين أسوار السجن المدني بالدار البيضاء عام 1977. هذا الشعر البسيط الواضح الرنان المترجم إلى اللغة العربية كان لامرأة لم تبصم على حياة عادية، مع أن حياتها كانت قصيرة جدا، 25 عاما. امرأة تنفست الحرية ودافعت مثلما ليس لها نظير عن عرق سواعد تنشر الخيرات ثم تبترها أنياب آلات الرأسمال. امرأة اسمها سعيدة المنبهي، اسمها قد يكون محفورا في ذاكرة الكثيرين من المغاربة ومن العرب، وإن لم يكن فسعيدة أول امرأة عربية مغربية ماتت، استشهدت إضرابا عن الطعام، دفاعا عن حقوق شعبها من المظلومين والفقراء. في حي شعبي اسمه رياض الزيتون بمدينة مراكش، صرخت سعيدة المنبهي صرختها الأولى سنة 1952 لأول مرة، معلنة عن ولادة امرأة لم تبصم على حياة عادية. ومع ذلك كانت طفولتها ونشأتها عادية. تقول عنها والدتها: لم أجد صعوبة في تربيتها، كانت متواضعة مجتهدة، تطالع باستمرار، تحب الأطفال، وكانت دائما وهي في طريقها إلى البيت تصحب معها الأطفال الرعاة قصد إطعامهم، وبدورهم كانوا يعترضون طريقها ليقدموا لها الزهور. أسرة المنبهي لم تقدم مناضلا واحدا وحسب، فسعيدة هي أخت عبد العزيز المنبهي الذي كان رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المنظمة العتيدة، بعد مؤتمره لسنة 1972 في ثانوية أبي العباس السبتي بمراكش. ستنال سعيدة المنبهي سنة 1971 شهادة البكالوريا لتسافر بعد ذلك إلى العاصمة الرباط لتتم دراستها الجامعية، ثم ستحصل بعد ذلك على إجازة في الدراسات الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس. لم تتأخر كثيرا حتى التحقت بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بذات المدينة، فأصبحت أستاذة بالسلك الأول تدرس اللغة الفرنسية بإعدادية الخوارزمي في الرباط. في غضون ذلك كانت سعيدة المنبهي ناشطة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ثم التحقت بالاتحاد المغربي للشغل ليستقر بها شغفها النضالي في الأخير بمنظمة إلى الأمام. الواقع أن أسرة المنبهي لم تقدم مناضلا واحدا وحسب، فسعيدة إلى جانب أخيها عبد العزيز المنبهي الذي كان رئيسا للاتحاد الوطني، هذا الأخير سنة 1972 هو الذي أقر في أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية، كما أنه اختطف سنة بعد ذلك وعذب وسجن، وبعد 4 سنوات
وأفرج عنه وغادر المغرب إلى فرنسا، ولم يعد إليه إلا سنة 1994. ولكن كيف هي حكاية سعيد النبهي؟ وما الطريق الذي سلكته لتترجم كل مبادئها إلى واقع؟ وإلى أي حد ذهبت في سبيل الدفاع عن مبادئها؟ وماذا كانت نهاية حكايتها؟ وكيف استطاعت بالشعر أن توثق لتاريخ محنتها؟ قاد النضال السري في منظمة إلى الأمام جل نشطائها إلى المعتقل السري السيء الذكر درب مولاي الشريف بالدار البيضاء. سعيد النبهي كانت واحدة منهم بمعية ثلاث مناضلات بالمنظمة، اختطفن يوم 16 يناير 1976، وتمت قيادتهن إلى درب مولاي الشريف، ثم مكثن هناك لثلاثة أشهر حسب بعض الشهادات. تعرضن خلالها لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ثم نقلن بعد ذلك إلى السجن المدني بالدار البيضاء. حكم على سعيد النبهي ب5 سنوات حبسا نافذة بتهمة الضلوع في أنشطة معادية للدولة، إضافة إلى 2 سنوات بتهمة الإساءة للقضاء الجالس. أثناء محاكمتها لم تتوانى عن الدفاع عن حق تقرير المصير، كما أدانت الوضع المأساوي للمرأة في المغرب. كتابة الشعر لم تكن فقط فعلا تفريغيا بالنسبة لسعيد النبهي، بل أكثر من ذلك بكثير، فهو عينيها، وهو كذلك تأريخ للمرحلة. تروي والدة سعيد النبهي عن فترة حبس ابنتها، تقول: خلال زيارتي لها بالسجن كانت سعيدة تردد رغم كل الحواجز المفروضة: إنني هنا يا أمي، إنني هنا يا أمي من أجل العيش الكريم لشعبي، إن معنوياتي عالية باستمرار، إن المستقبل لضحايا الاضطهاد الطبقي والاستبداد السياسي، إنني لا أخاف القمع، إنني أؤمن بقضيتي، قضية كل الجماهير. بعد مجموعة من المعارك النضالية خرجت منها سالمة ومعافاة. دخلت سعيدة النبهي مع رفاقها في إضراب غير محدود على الطعام في 8 نوفمبر 1977، وذلك للاعتراف بهم كمعتقلين سياسيين، وأيضا لتحسين ظروف سجنهم وفك العزلة عنهم. هذا الإضراب بلغ جهد جسد سعيد المنبهي فيه 34 يوما، وبعد ذلك لم يعد قادرا على التحمل أكثر، فنقلت إلى مستشفى بن رشد في الدار البيضاء في 11 دجنبر 1977. كان اليوم يتزامن مع عيد الأضحى، وبسبب الإهمال انسل الموت إلى جسد سعيد النبهي لتفارق الحياة في عمر الزهور وعن سن لا يربو 25 ربيعا. يقول الأديب المغربي عبد اللطيف اللعبي عن تجربة سعيد النبهي في كتابة الشعر: بدأت سعيدة تكتب الشعر بعد أظافرها. بدأت سعيدة تكتب الشعر بأظافرها على حائط زنزانة، كان ذلك في سنة 1976 بالسجن المدني بالدار البيضاء. كانت تكتب ولا تنقح لأنها لم تفكر في أضواء الشهرة ولا في المخبرين ولا في جواسيس اللغة. كتابة الشعر لم تكن فعلا تفريغيا فحسب بالنسبة لسعيدة، بل أكثر من ذلك بكثير، فهو عينها، وهو كذلك تأريخ للمرحلة بكاملها وبكامل بطشها وجبروتها. يضيف عبد اللطيف اللعبي في تقديمه لأشعار سعيد النبهي بعدما قام بترجمتها إلى اللغة العربية ونشرها بمجلة البديل سنة 1982، كانت تؤرخ المحنة العادية وتفتح قلبها على مصراعيه للطيور المطاردة، للأطفال الموشومين بالفاجعة
للنساء السكالى اللواتي جردهن الاستغلال والقهر من أثداء العطاء، لرفيق العمر المفصول عنها بكيلومترات الأسوار والعسعاس، للأنجم المسافرة من قلعة منفى على طول وعرض الوطن الكبير. كتبت سعيدة مجموعة من المقالات عالجت فيها مجموعة مواضيع إنسانية. بجانب ذلك، لم تستطع خلال فترة مقوتها بالسجن أو الفترة التي قضتها أن تنسيها همومها وقضايا شعبها، إنما دخلت في علاقات مع سجناء وسجينات استطاعت من خلالها استجوابهم ووفاء لدربها النضالي. كتابة مجموعة من المقالات تعالج فيها مواضيع إنسانية واجتماعية بحسها، مثل مقالها الشهير حول العاهرة بالمغرب، والذي تناولت فيه شهادات سجينات عن وضعهن المأساوي كبائعات للجنس. ترى الباحثة المغربية في العلوم السياسية هند عروب أن للحب حضور ملفت على مدار قصائد سعيدة ورسائلها، فبه قاومت وبه تماسكت إلى أن رحلت، فبحبها لعائلتها فردا فردا كان متفجرا في الرسائل وتفاصيل أحاديث هذه الرسائل. أما عن رسائل سعيدة لعائلتها، تقول هند عروب: لا ننكر أن دور العائلة جلي في مد جسور الرسالة. الشيء الوحيد الذي يصبر المعتقلين ويشد أزرهم. كانت سعيدة تتحدث مع أخواتها عن كيفية تربية الأولاد ومعاملتهم، عن ذكرياتها مع إخوتها ووالديها، عن أحوالها داخل السجن، حنينها واشتياقها لتقبيلهم. والجميل في رسائلها أنها هي من كانت تطمئنهم عليها. كلما حلت ذكرى رحيل سعيد المنبهي، ظل اسمها يتردد في آذان وقلوب المغاربة وعلى لسان رفاقها الذين لم ينسوها، كيف لا؟ وهكذا تكلمت سعيدة قبل رحيلها: تذكروني بفرح، فأنا وإن كان جسدي بين القضبان الموحشة، فإن روحي العتية مخترقة لأسوار السجن العالية وبواباته الموصدة وأصفاده وسياط الجلادين الذين أهدوني إلى الموت. أما جراحي فباسمة محلقة بحرية، بحب متناهٍ، تضحية فريدة وبدل مستميت. نأتي على نهاية حلقتنا من حلقتنا على المشاهد تيفي. شكرا لتواصلكم، شكرا لدعمكم المستمر، وشكرا لدعمكم هذا المحتوى، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. في رمضان 2021 كان معكم عبد الله الثورة، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.